من ينحر البدر المضار لمن قرى ولقيت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصرا. فالسلام عليكم أيها الفاضلون والتحية لمؤتمركم. قدمت على أساس أنني سألقي شعرا ولكنني سأتحدث في الطب وفي الطب العربي القديم الموصول بما أنتم فيه من أمراض الصدر. والمعروف أنه كما ذكر الدكتور بابكر جابر كبلو، ووددت أنه لو استرسل في حديثه العلم، كما ذكر أن ابن سينا وأضرابه من الأطباء العرب قد وصفوا أمراض الصدر وصفا دقيقا. فابن سينا مثلا يصف الأنفاس ويجعلها شيئا كثيرا جدا وبابا قائما بنفسه، فهو مما يستدل به على الأمراض. وكذاك النفث بالثاء، وكذاك النبض، ويتوسع في الأنباض وأنواعها. على أننا في باب الأدب كنا كثيرا ما نذكر أن الأمر في الطب يختلط بشيء آخر، فالذين أصيبوا بمرض السل من الشعراء القدماء كعروة بن حزام كانوا ممن عشقوا وأحبوا، فاختلطت علة العشق بعلة الجسم. وعروة هو الذي قال: بي السل أو داء الهيام فسقيته، فإياك عني لا يكن بك ما بي. وكان حينما ذهب إلى العراف بعد أن زهد في الطب ولم يداوى قال: جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفياني. فقالا: نعم، نشفي من الداء كله. وقاما مع العواد يبتدراني، ولم يتركا من رقية يرقيانها، ولم يتركا من رقية يرقيانها ولا سلوة إلا وقد سقياني. فقالا: شفاك الله، والله ما لنا بما حملت منك الضلوع يداني. وكان عروة لما أحب عفراء هذه وهي بنت عمه ولم يتزوجها كان يخاطب الغراب: فيا غرابي دمنة الدار بينا، أبي الهجر من عفراء تنتحباني، فإن كان حقا ما تقولان فاذهبا بلحمي إلى وكريكما فكلاني، كلاني أكلا لم يرى الناس مثله، ولا تهضما جنبي وازدرداني. وقالوا: هذا موصول بما كان له من علة ومرض، كما وصف ابن سينا مريض السل كيف يكون شكله وكيف يكون المهيئون للسل. وقد ذكر ابن سينا أن السل هو قرحة في الرئة، وأنها تجلب الصديد، وأن هذه القرحة يزيدها السعال. واختلف هو مع جالينوس في إمكان شفاء من مرض بهذا المرض شفاء قاطعا، لأنهم كانوا يقولون في الطب الذي سبق ابن سينا أن كل عضو من الأعضاء إذا كان متحركا فإنه لا يبرأ، والرئة لا تتوقف. واختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، وذكر ابن سينا بعد ذلك ضروبا من الأدوية والأسقية التي كانت العرب تستعملها. وذهب ابن سينا في أرجوزته إلى الاستدلال بأمراض الصدر بالنفث وهو التفل، فكان
يذهب إلى الاستدلال بلونه، وكان يقول: والصدر كل ما يعتريه من مرض، وكل ما يعتريه من مرض، فيذكر بعد ذلك أن أنواع البصق أو التفل والأسود اللون من البصاق دل على شدة الاحتراق، والأخضر اللون من الأنفاث دل على الصفرة من الكراث، وأبيض اللون دليل البلغم، وأحمر اللون دليل للدم، وإن كان يخرج ذا نتون فإنه يخبر عن عفونة، فإن رأيت مستديرا شكله وكانت الحمى بهذه العلة فاقضي بهذه من الأعلام على وقوع الشخص في البرسام. والبرسام اسم من أسماء السل كالهلاس أيضا، وهو يصيب الناس ويصيب الإبل. وأسماء السل عند العرب كثيرة كعادتهم دائما في صنع المترادفات حين يكون الأمر مهما عندهم. والراجح أن ابن سينا أيضا حينما ذكر في مسألة الأمراض والاستدلال عليها وسماها الأمراض الآلية، حينما ذكر أن كل ما يصيب من أمراض في الآلية، ذكر أيضا أنواعا أخرى، وهو أنه يلمس المحتاج للخشونة كمعدة مفرطة اللدونة، ويخشن المحتاج للملوسة كالحلق حين تعتري يبوسة. والراجح أن هذا المرض استمر كثيرا في البشرية حتى عد المرض الأول في الفتك، وكان الناس يسمونه مرض اليأس لأنهم كانوا يظنون أن الذي يصاب به لا يرجى له الشفاء. وهذا ما ذكره علي المك من أن الشاعر الإنجليزي جون كيتس كان قد أصيب بمرض السل، وقال إن بعض الذين كتبوا عنه كانوا ذكروا أن الرجل لو عاش في القرن العشرين لأمكن شفاؤه وامتدت أيامه. وقال: ولكن التجاني يوسف بشير عندنا مسكين لأنه عاش في القرن العشرين ومات فيه ولم يكتب له الشفاء من هذا المرض. وارتباط هذا يذكرنا أيضا بمسألة النفس التي تحدثت عنها، فكانوا يتحدثون عن شيء اسمه البهر، والبهر يكون في الربو وفي غيره، وهو ضرب من النفس، وهو الذي ذكره المنخل اليشكري في شعره حينما قال في قصيدته المشهورة: ولقد دخلت على الفتاة الخضرة في اليوم المطير، الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير، ودفعتها فتدافعت مشي القطاط إلى الغدير، ولثمتها فتنفست كتنفس الظبي البهير. والبهير ها هنا هو البهر من البهر، وهو أيضا يستدل به على أنواع من أمراض الصدر. على أنني أريد أن أذكر أن أعظم شعرائنا أو من أعظم شعرائنا الذين ماتوا بالسل خليل فرح، وكان خليل فرح في سنة 29 لزم مستشفى النهر، وكانوا ذكروا أنه كان هناك عنبر يسمى عنبر التي بي، وهذا العنبر هو الذي لزمه خليل فرح ومكث فيه أكثر من 60 يوما، وقالوا إن حالته الصحية تحسنت ووزنه زاد وأنه أوشك أن يشفى. لكن خليلا بعد عودته من القاهرة بعدما ذهب إليها مستشفيا رجع إلى السهر كرة أخرى، وكان يقول في هذا: ظل ينهش دون انتقال
في الأواخر فض الصحن، ثم يذكر أيضا في قصيدته عزة، وهي من الشعر الذي كتبه في آخر أيامه وأصبح موال العشق السوداني الأول. قال: عز جسمي صار زي الخلال، وهو يصف نحوله هذا، وكان نحوله أيضا فيه شيء من نحول مرض السل ومن نحول العشق. ألم يقل في أم درمان أنه يتمنى أن يمشي فيها حافيا حالقة؟ فالأمر فيه أيضا اختلاط العشق بالعلة. وحينما قال خلي الفرح عز جسمي صار زي الخلال، إنما أشار إلى قول الشاعر العربي القديم: أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدني، وفرق الهجر بين الجفن والوسن، روح تردد في مثل الخلال إذا أطارت الريح عنه. والأمر على هذا يدخلنا مباشرة في شاعر آخر من الذين أصيبوا بمرض السل، وهو خليل مطران، خليل بطران، وخليل ومصطفى بطران، عفوا، هو مصطفى بطران صاحب دمعة الشوك، وهو الذي قال عن نفسه: جسمي انتحل والمحال طبي، ويشير إلى مرض السل. جسمي انتحل والمحال طبي، مصدر الزهرة الفينة واحي سهيل. والإشارة التاريخية تذكر أن خليل، أن مصطفى بطران هذا عندما مرض وعندما مات جاء أهله ولم يأخذوا ما كان في غرفته من الورق، وإنما أحرقوا الغرفة فضاعت كل أشعاره التي لم تظهر إلى الناس. هذا والتجاني يوسف بشير كان أشهر المسلولين. وذكر أستاذنا العلامة البروفيسور عبد الله الطيب أن التجاني دون أن يشعر في حديث العشق كان يورد صفات السل، ويذكر الأيام المستشفى حينما كان أن الممرضون يأتون إليه يقيسون درجات الحرارة عنده، وكان يذكر هذا في قوله: طفرت من صرح قلبي إلى قرارة نفسي، وكنت كالدم يطحي على دوي ويمسي. ثم يذكر صراحة في آخر قصيدة له نظمها بعد أن أنهكه السل، وكان الناس يتحدثون أن التجاني في آخر أيامه كان يخشى أن يعدي الناس، وكان حينما يسأل عن صحته يقول: الحمد لله الحمد لله، ولا يميل إلى مصافحة الناس. وكان له شيء يحمله في جيبه يبصق عليه، وكان يغسل ملابسه بيديه ويدلق ماءها في المرحاض، وهجره أصحابه فسبب له ذلك ألما عظيما، إلا الدكتور محمود أنيس الذي ذكره التجاني في قصيدته التي سماها على فراش الموت، وسماها بعضهم فاحتفظها ذكرى، وهي التي قال فيها: يا أنيس الحياة يقطر منك الطيب نبلا، وتعبق الأخلاق نفسك الحلوة الحبيبة للنفس، عليها من السنى أنماق، يتعرى الكمال والخير فيها فيضيئان ما ترى الآماق، في حواشيها وفي مستواها ينبت الورد والسنى البراق. وأنا اليوم أيها الشاعر العظيم ومجد الشعر مما تدوي به الآفاق، غمرتني نعمى يديك على حين تجنى على هوايا الرفاق، خرجوا سالمين منه بحمد الله في زورة عراها النفاق. قالوا إن أصحابه حينما قالوا لهم إن التجاني تجاوز الطور المعدي وأن زيارتكم له تخفف عنه كثيرا من المرض، فزاروه متوارين خلسة،
فقال التجاني في هذا: خرجوا سالمين منه بحمد الله في زورة عراها النفاق. وأنا اليوم لا حراك كأن قد شد أو كأن قد شد في مكمن القوى أوثاق. بت أستنشق الهواء اقتسارا، نفس ضيق وصدر نطاق، وحنايا معروقة وعيون غائرات ورجفة ومحاق. الحديث في هذا الباب كثير ويطول، ولكني أكتفي بهذا، وأشكركم على حسن الاستماع.